أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء صلى الله عليك يا أبا الرضيع المذبوح على صدرك يا حسين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا إن كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما من ذا يقدم للجواد ولامتي شاعر يتكلم عن لسان الحسين سلام الله عليه من ذا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل فأتته زينب بالجواد تقوده والدمع من ذكر الفراق يسيل وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا فيا ليت الجبال تزول ألم تنادي والحماة على الثرى صرعا ومنهم لا يبال غليل ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء ولهن وعليل أرأيت أختا قدمت لشقيقها الحسين لم يجد من يقدم له الجواد إلا الحوراء زينب أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل فتبادرت منه الدموع وقال يا أختاه صبرا فالمصاب جليل فبكيت وقالت يا ابن أمي ليس لي وعليك ما الصبر الجميل جميل يا نور عيني يا أبا عبد الله يا
يا نور عيني ويا حشاشة مهجتي، من للنساء الضائعات دليل ورنيت إلى نحو الخيام بعولة عظمى تصب الدمع وهي تقول قوموا إلى التوديع إن أخي دعا بجواده إن الفراق طويل. شنو اللي صار؟ فخرجنا ربان تل خدور عواثرا وويلا، وغدا لغن حول الحسين عويل. الله يا ما حال العليل وقد رأى تلك المدامع للوداع تسيل. فغدا يقوم طورا ثم يكبو تارة، وعراه من ذكر الفراق نحو من العطش يوما صاحب صايت للتوديع قام عين مثل سرب القطة قام يحوم تحوم عليه وحدتهن وتعذار. اجت زينب وباج الحرم يمه وصايرا صارا للوداع عليه لمه، وغايا يشم سكنه وهي قامت تشمه يحبها والدمه عليله يتنثر. سكينة خرجت وراء أبيها الحسين بعد الوداع، قالت أبا قف لي هنيئة. لماذا يا نور عيني؟ قالت أبا انزل من على ظهر جوادك. نزل الحسين، قالت أبا اجلسني في حجرك. اجلسها الحسين، قالت أبا امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى. اثقل أبو يقول لا تخبي علي هذه راحتك لو بعد جاية. يا بويا ان كان رايح هاي هي اخذنا وياك عنك ما يقدر يا صبير. تقل له يا بويا نروح كل احنا فداياك. اي والله ابو علي يا بويا نروح كل احنا فداياك. دخلنا للحرب يا حسين وياك، إيه غاب يا بويا وقعدتناك وقولا سافروا يا من يسدر. تقل لي يا والدي والله خضيمة أنا صير من زغر يتيمة، أثاري الأب يا ناس خيمة خيمة يفي على بناته وحريمة، يفي على بناته وحريمة. يا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن إمامنا وسيدنا أبي محمد المجتبى عليه السلام أنه قال للحسين عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. إن أعظم يوم مر على البشرية هو يوم الحسين سلام الله عليه، وإن أعظم جريمة وقعت على وجه الأرض من أول الخلق إلى آخرهم هي ما جرى على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يمكن للإنسان أن يستكشفه من خلال جملة من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. النبي بأبي هو وأمي الذي كان عنده علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وآله ما بكى كبكائه على الحسين عليه السلام، وذكرنا قبل ليالي أنه بكى عليه يوم ولادته. هذا يكشف عن طبيعة ذلك اليوم وعن حجم تلك الجريمة التي وقعت يوم عاشوراء. الإمام الحسن يقول: لا يوم، لا يوم، هذه لا نافية للجنس، يعني لا في الأيام السالفة ولا في الأيام القادمة يأتي يوم كمثل يوم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لعدة أسباب، منها ما يتمتع به الحسين صلوات الله وسلامه عليه من مقام ديني رفيع يستحق به الولاء والتقديس والتبجيل. والذاكرة لا زالت تحتفظ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، لا زالت تحتفظ بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وآله مع الحسن والحسين. القضية ما وقعت بعد زمان طويل، لا، المسلمون آنذاك كثير منهم رأى وسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يقوله ويفعله مع الحسين سلام الله عليه، وكان يكثر صلى الله عليه وآله ذلك حتى تبقى الذاكرة محتفظة بهذه الحوادث. الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، حسين مني وأنا من حسين، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة اللي هي واردة في كتب الفريقين ولا يسع المقام لاستقصائها ولوضوحها. لا أحد ينكر ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب الحسين عليه السلام، وكان يقرب الحسين عليه السلام، وكان يفعل معه ما لا يفعله مع غيره. مثل هذا الرجل وتنتهك حرمته ويقتل بهذه الطريقة الوحشية الإجرامية، هذا لا شك يزيد في بعد تلك الفاجعة وبعد الإجرام الذي وقع فيها، بالإضافة إلى قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله. إحنا إذا أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم يعتقدون أن الحسين سلام الله عليه هو الإمام المنصوب من قبل الله تبارك وتعالى بعد الإمام الحسن عليه السلام، وهو حجة الله على الخلق، وهو خليفة الله في الأرض دون غيره، هذه صحيح، هذه عقيدة من مختصات أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم.
ولكن المقام الديني والرفعة اللي يمتلكها الحسين عليه السلام هذه من المسلمات عند المسلمين قاطبة، هذه مو من مختصات الشيعة. الأحاديث اللي في حق الحسين لم يختص الشيعة بنقلها، لا، منقولة في كتب الفرق الإسلامية بأجمعها، ينقلها المخالف قبل المؤلف، حتى أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اللي حضروا عند يزيد بن معاوية لما أدخل عليه رأس المولى أبي عبد الله وصار يضرب ثغر الحسين بخيزران له، أنس بن مالك، زيد بن أرقم، أبو برزة الأسلمي وغيرهم ممن رأى النبي صلى الله عليه وآله أنكروا عليه ذلك، قالوا لطالما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله يوسعهما لثما وتقبيلا. هذه الشفاه اللي كان النبي صلى الله عليه وآله يقبلهما وإذا باللعين يضربها بخيزران له. ولذا تشوف الحسين عليه السلام ما كان واحد يشك بأن الحسين مو صاحب حق أبدا. أنت تعال اطلع على الأخبار اللي تحدثت عن كل من أشار على الحسين عليه السلام بعدم الخروج. تدرون لما أراد الحسين عليه السلام أن يخرج من المدينة، بعض المقربين، بعض الأقرباء، بعض بني هاشم، بعض الأصحاب حاولوا منع الحسين عليه السلام من الخروج، ولكن كل هذه الأسباب التي قدموها للحسين عليه السلام ولا واحد ذكر له أنه أنت خارج مثلاً والعياذ بالله على إمام الزمان أو خارج على من هو أولى، لا لا لا، الناس كانت تعرف مقام الحسين عليه السلام ومنزلة الحسين وأنه أولى وأحق بالخلاف، ولكن كانوا يخافون عليه من إجرام بني أمية، وكانوا يذكروا بأهل العراق وبأهل الشام وما فعلوه مع أمير المؤمنين، ما فعلوه مع الإمام الحسن، اذهب إلى اليمن، اذهب إلى مأمن من الأرض، إلى غير ذلك من الأعذار اللي كانوا يقدموها للحسين والأسباب اللي كانوا يقدموها للحسين عليه السلام. هذا مضافا إلى ما يتمتع به صلوات الله وسلامه عليه من صفات، من علم، من شجاعة، من كرم، من سخاء، من عطف، إلى غير ذلك من الصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة، كيف لا وهو قطعة من رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي لما يقول حسين مني مو يعني حسين ابني أو حسين نسبا يرجع إليه، لا، حسين جزء من كيان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا النبي الذي وصفه القرآن الكريم بأنك وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الأخلاق كان يحملها الحسين سلام الله عليه. وهذه الوحدها، اترك بقية الأحاديث، اترك قربة من رسول الله صلى الله عليه وآله، لو واحد يعاشر الحسين ويتعامل مع الحسين وينظر إلى وجه الحسين عليه السلام، هذا وحده كافي لأن يقتدي بالحسين عليه السلام، لأن يتأثر بالحسين عليه السلام، لأن يميل إلى الحسين عليه السلام بما يحمله من الصفات. وهذه قد شهد بها الأعداء قبل المؤلفين للحسين عليه السلام. عبد الله بن عمرو بن العاص كان في جماعة ويمر بهم الحسين عليه السلام، يقولهم ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ تريدون أقول لكم منو أحب واحد في أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قالوا بلى،
قال هو هذا الماشي وأشار إلى الحسين عليه السلام. قال ما كلمني بحرف واحد منذ يوم صفين. الحسين هذا الحسين ما متكلم وياه، هذا كان في حرب صفين ممن وقف في وجه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهكذا يشهد للحسين عليه السلام، يقول والله لئن يرضى عني أفضل لي من حمر النعم، بس أتمنى يرضى عني، ما أريد شيء آخر. من شقي بحمل رأس الحسين عليه السلام، أنا من أقول لك الأعداء يدركون هذا المعنى ويعترفون بهذا المعنى، هذا مو جزاف، لا، هذه الأخبار والتاريخ والكتب كلها تحدث بهذا. الذي شقي بحمل رأس الحسين عليه السلام شنو قال لما يدخل على سيده على أميره؟ يقول له أوقر ركابي فضة وذهبا، سويت إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس، الله أكبر، الله ينتقم منهم، قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون النسبا. معاوية بن أبي سفيان لما يكتب للحسين كتاب يذكر لبي موبقاته وأفعاله اللي صدرت من عنده، قالوا له أنت اكتب كتاب للحسين عليه السلام عيبة، قال ما عساني أن أقول وهو الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الحسين سلام الله عليه اللي أولئك القساة الأجلاف يقفون أمامه ويصنعون كل ما صنعوه معه. عمر بن سعد لما يطلب منه أن يقود الجيش لحرب الحسين عليه السلام مقابل شنو؟ مقابل أن وعدوه بأن يسلموا ملك الري، وهو يقول هاي الأبيات المنسوبة إليه: أترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني. يرجع شنو؟ مأثوم، يدري حسين بن عمي والحوادث جمة، وإني لأفكر بين خطرين إلى أن يقول: يقولون إن الله خالق جنة ونار وغل يديني. هذا هم شاهد آخر على أن القوم شنو؟ ما معتقدين، ما معتقدين بالدين وما معتقدين بالإسلام. انقلنا أمس لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، يقول يقولون إن الله خالق جنة ونار وغل يديني، فإن صدقوا أتوب للرحمن من سنتين. كل هذا اللي كانوا يعرفوه مع هذا الحسين سلام الله عليه وقف عرف بنفسه أكثر من مرة يوم العاشر من المحرم يلبس عمامة النبي صلى الله عليه وآله، علهم يرتدعونه عما أقدموا عليه، ولكن بل ران على قلوبهم. أضف إلى ذلك أن الحسين عليه السلام كان هو البقية الباقية من أصحاب الكساء. أصحاب الكساء خمسة: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لذكرهم الشرف والصلوات. آخر أصحاب الكساء هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإذا قتل كأنما قتلوا جميعا. أقرأ لك هاي الرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن عبد الله ابن الفضل الهاشمي. هذا الرجل يقول: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة
وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض منه رسول الله صلى الله عليه وآله، واليوم الذي ماتت فاطمة عليها السلام، واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين عليه السلام، واليوم الذي قتل فيه الحسن عليه السلام بالسم. يعني يسأل الإمام يقول له ليش صار يوم الحسين هو أعظم يوم دون بقية هذه الأيام؟ بلا شك النبي صلى الله عليه وآله أفضل من الحسين، أمير المؤمنين أفضل وأبوهما خير منهما، مع ذلك يوم الحسين هو الأعظم. هذا يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، لاحظ جواب الإمام، فقال عليه السلام إن يوم الحسين عليه السلام أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام. لماذا؟ قال وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبي صلى الله عليه وآله بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فكان فيهم للناس عزاء وسلوى، فلما مضت فاطمة عليها السلام كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوى، فلما مضى منهم أمير المؤمنين عليه السلام كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوى، فلما مضى الحسن عليه السلام كان للناس في الحسين عليه السلام عزاء وسلوى، فلما قتل الحسين عليه السلام لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوى، فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم، فلذلك صار يومه أعظم مصيبة. هذا أثر من رسول الله صلى الله عليه وآله باقي، المفروض الأمة تقدسه وتلتف حوله، مو تفعل معه هذه الأفعال، سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله جعل أجر الرسالة مودتهم. لاحظ بالقرآن الكريم موارد عديدة، الأنبياء لما يسألوا أو يعرض عليهم أجر للرسالة شنو جوابهم؟ إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على رب العالمين. إلا النبي صلى الله عليه وآله لما سئل عن الأجر قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أوصى الإله بوصل عترة أحمد فكأنما أوصى بها أن تقطع. البعض يقول لو كان النبي صلى الله عليه وآله لو أوصاهم خلاف ما أوصاهم لكان ما زادوا على الذي فعلوه شيئا، كأنما بالعكس النبي صلى الله عليه وآله أوصاهم بقتل أهل بيته. فكان ذهاب الحسين كذهاب جميعهم. ولذلك ليلة عاشوراء، هذه الليلة من أعظم الليالي، ليلة مصيبة، ليلة حزن، ليلة بكاء، أصعب ليلة مرت على عيال الحسين عليه السلام هي هذه الليلة. شلون ليلة اللي في صبيحتها يقتل أبو عبد الله الحسين؟ ولذا كانت تتمنى الحوراء زينب سلام الله عليها أن لا ينقضي هذا الليل. في مثل هذه الليلة الإمام زين العابدين سلام الله عليه في خيمته، الحوراء زينب تمرضه، والحسين عليه السلام كان في خيمة قريبة منهم، وإذا بالحسين صار يردد هذه الأبيات: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب أو طالب قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل، وإنما الأمر إلى الجليل، وكل حي سالك سبيلي. يقول هذه الأبيات صار يرددها الحسين مرة مرتين ثلاثة، يقول علمت أن الحسين عليه السلام ينعى نفسه،
يقول عمتي زينب ما تحملت، ما تمالكت نفسها، ذهبت إلى الحسين قالت: أبا عبد الله، يا بقية الماضين وثمال الباقين، ما لي أراك تغتصب نفسك اغتصابا. أخبرها الحسين بما يجري، قالت: أبا عبد الله، خلي نرجع للمدينة. قال لها: هيهات، لو ترك القطا لغفى ونام. القوم مصرين ومصممين على قتل الحسين عليه السلام. عاد هنا زينب وقفت قالت: اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن. أجركم الله، هذه الليلة بها أحداث عظيمة. من جملة هذه الأحداث أن الحسين عليه السلام يجتمع بأصحابه، يخبرهم بنية القوم ويرخص لهم هذا الليل: قد غشيكم فاتخذوه جملا، إن القوم لا يطلبون غيري. خطب فيهم، كانوا يصرون على البقاء والذود بين يديه سلام الله عليه، إلى أن رجعوا الأصحاب كل واحد الخيمة، قال لهم: من كان في رحله امرأة فليبعث بها إلى أهلها. علي ابن مظاهر يرجع إلى الخيمة تستقبل زوجته، قال لها: رتبي أغراضك. لماذا يا نور عيني؟ قال: أريد أن أبعث بك إلى أهلك. قالت: هل صدر مني شيء؟ هل أزعجك مني شيء؟ قال لها: أما سمعتي كلام الحسين عليه السلام؟ قالت: بلى، ولكن كانت له همهمة في آخر الخطبة ما فهمتها. قال لها: إن الحسين أمرنا أن نرسل النساء إلى أهلهن، لأن العائلة المسبية، عائلة الحسين، ستسبى يوم العاشر من المحرم. اسمع جواب هذه المرأة، قالت له: يا ابن مظاهر، أيسرك أن أتزين بقرطي ويسلب من رقي قرطها؟ أيسرك أن أبقى برداء ويسلب من زينب رداؤها؟ والله أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. هذه واحدة من النساء اللي وقفت يوم العاشر من المحرم. مرأة أخرى، أم عمر ابن جناد الأنصاري، بعد ما قتل زوجها وابنها خرجت من الخيمة، رفعت عمود الخيمة وهي تقول: إني عجوز في النساء ضعيف، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. حقيقة النساء سجلن موقف مع الحسين عليه السلام، ولكن هل مجموعة من النساء بقت مع العائلة لوين؟ إلى أن وصلوا إلى الكوفة. لما وضعت النساء في خربة من خربات الكوفة، اجت بعض العشائر صارت تطالب بالنساء، وقفت كل عشيرة تنادي: أسدي قومي، تقوم مجموعة من النساء، فزاري قومي، تقوم مجموعة من النساء. أما زينب صارت تلتفت يمينا شمالا، كانت تتمنى أمنية. لك حال تسمع أمنية زينب؟ ها، كانت تتمنى أن يأتي أحد ويقول: أين الهاشميات؟ تقل: يا عباس، من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني، ايدك عد يا خويا وشوف ما ياتني، ترى سياط زجر الورمتني. اجركم الله، هالمجموعه بقيت مع الحسين عليه السلام من الاصحاب والانصار الى صبيحه اليوم العاشر، الى ان تقدم الانصار فاستشهدوا عن اخرهم، تقدم بنو هاشم حتى استشهدوا، بقي الحسين وحيدا فريدا ينادي: الا هل من مغيب؟
الغيث يغيثنا، ألا هل من ناصر ينصرنا؟ رجع الحسين لتوديع العائلة، آجركم الله، خرجت إليه الحوراء زينب عليه السلام وهي تحمل بين يديها طفلا رضيعا. قالت له: أبا عبد الله، إن الرباب قد جف لبنها، هذا الطفل خذه إلى القوم علهم يسقوه الماء. آجركم الله، نزل الحسين راجلا إلى الميدان على خلاف العادة، القوم ينظرون إليه ماذا يصنع، وإذا بهم ينظرون بين يديه طفلا رضيعا. وقف الحسين أمام القوم صاح: يا لله، ما الخطب الفظيع؟ نبئوني، أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه، فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأتين. قال لهم: إن كان ذنب للكبار فما هو ذنب هذا الطفل الرضيع؟ هنا انقسم الجيش نصفين، قسم يقول اسقوه الماء، والآخر يقول لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية. عاد هنا عمر ابن سعد يلتفت إلى حرملة، قال: حرملة، اقطع نزاع القوم. يقول حرملة: حكمت السهم في كبد القوس. يقول: انظر أين أضرب ذلك الطفل. وكان طفل الحسين مقمطا بقماط، آجركم الله، وعلى وجهه برقع، هبت ريح كشفت البرقع عن وجه الرضيع، وإذا به قد بان بياض رقبته كأنه إبريق فضة. آجركم الله، مر خصتك سيدي يا صاحب الأمر. يقول: حكمت السهم في كبد القاس ورميته بسهم، ذبحته من الوريد إلى الوريد. أي صح ونادي ورضيعا، أيوة عبد الله، وكل رضيع يغتذي در أمه ويشرب من ألبانها ثم يفطم، سوى أن عبد الله كان رضاعه دماه وغذته من الدر أسهم. تبسم لما جاءه سهم حتفه، وكل رضيع للحلوبة يبسم. تخيله ماء ليروي غليله، ففاض عليه الغمر لكنه دم. تلقى حسين دم الطفل بيده، اش حاله ليجتلي بحضنه وليده؟ سال وترس شفه من وريده، وذبل السما وللقاع ما خار. قال: إلهي، هون ما نزل بي أنه بعين الله. إلهي، لا يكن أكرم من فصيل ناقد صالح. آجركم الله، وضعه الحسين تحت ردائه وعاد به إلى المخيم. سكينة واقفة بباب الخيمة تنتظر الحسين، قالت: أبا، هل سقيت أخي الماء وجئتني ببقيته؟ آجركم الله، رفع الرداء، قال: بني، هاكي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد، ثقل تغطي ابوي الطفل عني تغطي. قل دغطي بويا الطفل، العن دغطي،
أنا مالي قلب يا أبو يصد لي أشوف ذبيح وما أدري لي يا هذا الخفت منه يا طحيت بي وزينب تقل جيبه يا حسين خوي الطفل جيبه من الماي كان شحن صيبه صاحت ربابه يا غريبه يا ابنك قضى ويا يا طبيبه. أرباب المقاتل يقولون الحوراء زينب أخذت الرضيع وضعته في المهد، جاءت إلى أمه تريد تخبرها بأي حال شلون، قالت لها رباب أما علمتي أن الأكبر قد قتل؟ قالت لها بلى سيدتي ولقد عز علي مصرعه. رباب أما علمتي أن القاسم قد قتل؟ قالت لها بلى وعز علي مصرعه. سيدتي هل أصيب ولدي بمكروه؟ قالت لها هاك الطفل مذبوحا من الوريد إلى الوريد. إذ قل لي يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي الله يا ابني يا عبد الله يا غالي أنا برباك ساهرت الليالي ولرتك علي عين والي بس هاي ما كانت ببالي يا أهز بالمهد والمهد يا دخايالي. أجركم الله بعد يوم العاشر من المحرم عصر عاشوراء جاء اللعناء بالماء إلى خيام أبي عبد الله. الرباب لما شربت الماء در ثديها، خرجت في ذلك الليل البهيم تطلب ولدها. زينب سلام الله عليها افتقدت الرباب، خرجت في طلبها، سألت أحد الأعداء هل رأيتها؟ قال لها الآن جئت من جسد الحسين ورأيت امرأة جالسة عند الحسين. قصدتها زينب، نظرت وإذا بها الرباب. إلك حال تسمع شو مسوي الرباب؟ ها تقول الأخبار أن الرباب أخرجت رضيعها وضعته في حجرها. تقول يا رباب تصيح يا زينب عبد الله يا وليدي وحن علي قلبي وريد السايا يا عرض عنا. تقلها بعد ما يرضى يا قالت بيا شمن وعالج سهم الابن حرايا وانشايا يا نقدر على جر أجر. تقول وانا ابني مياتم للحزن ننصب وانا ابني فجعني حرم لبسهمة وانا ابني وانا ابني الطفل عاد يفطمون وانا ابني وانا ابني انفطم يا ناس بسهام المنية يا انفطم يا ناس بسهام يا المنية مخضب